اشتقت لكم. قد ايه صرنا بقى مجتمعين سوا؟ ايه صرنا مدرسه السنه الماضيه. يا لطيف، على فكره لسه ما صار لها شهرين، شو بكم والله. ملي بنات خالي. ايه ليك مين عم يحكي؟ لانه نحن مش جايين عملنا شيء. صحيح، وين فنانتنا العظيمه ميرا؟ شو شكلها، مو جاي على بالها تحضر اجتماعاتنا النسائيه؟ لا يا سرسوره، هي بكون عندها ظرف، مسافرت على شي دوله عم تجدف فيها. عم تجدو. عندها تسجيل ببيروت، قالت لي انه رح ترجع اليوم، بس ان شاء الله توصل هلا ما تضل للمساء. ان شاء الله. يا ستي الله يسعد ويبعد، قصدي الله ييسر لها. لك يا بنات، شو قصتكم استلمتوا بنت خالتكم شجون؟ شبكم قولي، ما بسمعك عم تقولي عنا شجون لحتى تموتي. ليش دخلك؟ شو هو اسم شجون؟ كثير ستايل، على الأقل في له معنى. إيه معقولة وحدة عم تغني عن الحب والسعادة والفرح واسمها شجون كله أحسن؟ اسم ميرا فني أكتر. شجون. صبايا دخلكم، ما عرفتوا ليش خالاتي جمعونا هالجمعة العجيبة الغريبة اليوم؟ والله ما حدا عنده علم بشي. حاولت أقرر لخالتكم صباح ما كانت تتقلي. أيوة، إيش يعني؟ جمعونا هالجمعة مشان يعدوا هن لحال ونحن لحالنا؟ صار لهم ساعة ما تكتبوا بالمطبخ، بس شو تصوروا يكونوا عازمين على أكلة محاشي يبرق بتجلي. يا ميرا ايش تعي ولك تعي؟ تعي عندي تتحشون عادي. شو بك حبيبتي؟ أول مرة بحياتي ما بعرف شو بدي أعمل. لك شلون بدي أقول لهم؟ والله شيء بخجل. قولي حبيبتي، أنتي بتسمعي لأهلك، أحسن شيء تجي مدرج هيك مثل ما هي وخلصي. بعدين القصة بتصير أسهل وكل شيء بيتوضح. قلتك مين بتكون بيناتهم؟ ما اني واثقه ببناتي ثلاثه وتربايتهم، ومع هيك والله خايفه وفاير قلبي. لانه لك اختي بهالايام مو بس انت اللي عم تربي ولادك، ايه 20 عفريت عم يربيهم معك، شي النت وهذا الجات وشي التلفزيون، لا واخر شي هي المسلسلات التركيه اللي طلعونا فيها. اختي دنيا بتخوف. والله انا بتخيل طلع لنا شي خال ملياردير بالبرازيل، وبعد ما مات قررت خالتكم ملك توزع علينا الورثه. شو يعني؟ مين بحكي؟ شو خالتكم ملك قررت تخطب لابنها وسيم؟ عم تجيب البنات العائله لتنقي لها عرس من بيننا. ممكن يقبرني الفهيد. مشان الله انت كيف صرتي دكتوره؟ عشان لك مو معقول اذا نص اللي قاعدين هون متجوزه، لو مزبوط مثل ما عم تحكي كانت عزمه العزبه. صح بس صح ولا لا؟ والله فاتتني هي عن جد. مين اجا؟ وصلت الورثة. قصدك وصل عادي. شو؟ عديتي من اختك سارة ولا اقتنعتي انه المرأة عن جد ما لها غير بيتها وجوزها؟ أعوذ بالله، أنا شايلة فكرة الزواج من راسي نهائيا ولا عم فكر فيها. أصلا المرأة الحمل امرأة عملية، يعني أبدا ما بتفكر تدخل رجل على حياتها، خاصة إن هي صاحبة كيان مستقل. حبيتك كيان مستقل. ما في حدا بيشوف حدا يتحكم فيه. هاي بنات حبيبتي. ميرا كثير استعجلت. لا انا بتفتكروا في جمعة بنات العيلة وميرا ما تكون. انا بعرف ايه. مافيا مافيا مرقودي. فيكي شكلها شو حلو. صدقتك اهلين يا مرقودتي. اه هذيك من دبي. كمان النهبة الزعرور يا بلا. مش عارفة منكم شو جبتي لي معي؟ هلا بلا فضيحة بعدها. طب ميرا كيف الشغل؟ كثير ممتاز. مليانة كثير. حبيبتي خليني معك شوي. اشتقنا لك كثير كثير. هلا فينا وين اخر محطاتك؟ من دبي لتونس لعمان للقاهرة لبيروت وهي وصلتي. يا سلام. والله انت واختك اصلا صارين مثل السندباد. ايه؟ ما تلطقي. يا اخواني مقضينا بالطيارات من بلد لبلد، وانا من ورا طاولة الكمبيوتر ما عم بقدر اتلحلح. لك هيك صارت سمك الغبر علي. هص انت ولا كلمة ها لقطك قبل ما تفهم. يا الله يجيبنا من هالضحك. يلا ملاك البنات كله صاروا برا. صبوح طلعي انتي قولي لهم تقبري قلبي. لا 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 شو يعني؟ بدك تحطيني بوشي ما ينفع تخبي وراي. شو بك يا ملاك؟ تعي تقبريني انا وياكي بنسند بعض. لك يلا هاتي هالورقه امشي امشي قدامي. Thank you.
مزحة ما. قصة فيلم أكشن ولا شو؟ ورجيني. ماما شو هاد؟ والله نحن بدنا نعرف شو هاد.